أهلا بكم محبي مسلسل بيت الزل، إليكم ملخص الحلقة 21. يرجع فهد ابن علياء إلى أمه وتفرح علياء كثيرا به وتبكي من شدة فرحه. علياء تكون نائمة ونادمة لأنها غلطت بحق عواد وتذهب لكي تعتذر منه ولكن تتراجع. أروى حزينة للغاية لأنها لن تقدر أن تنجب بعد الآن وحالتها سيئة للغاية. تنزل أروى وتجد علياء تلعب ابنها فهد وتعصب كثيرا أروى وتقول لعلياء أنها تفعل هذا أمامها عن قصد لأنها لن تنجب أولاد. عادل يعصب على أروى ويأخذها إلى غرفتها وفهمها أن تكف عن تصرفاتها وتخرج من حالة الجنون التي هي به. عواد يهد أخته أروى ويخبرها أن تتبنى طفل لما تصبح أم، ولكن أروى لا تقبل. طارق يعامل نجود بطريقة سيئة للغاية ويكرهها كثيرا ولا يحبها أي شيء بها أو تحكي عنه. أروى تدهور حالتها ويتم نقلها إلى المشفى ويخبرها الدكتورة أن وجد بطنها شعرة لأنها تأكل شعر. ترجع أروى وعادل وعواد لبيت وترى نجيبة أروى وتشمت بها لأنها أكلت شعر، ثم تهجم أروى على نجيبة وتحاول أن تخنقها ويفكها عادل. أروى تذهب إلى حديقة الأطفال وتنظر إلى الأطفال وكيف يلعبوا، ثم تأخذ طفل وتذهب به إلى البيت. عادل يرى حالة أروى والطفل وأنها جنت على الآخر. ينصدم عادل من وضع أروى. أروى تخبر فجر أنها هي أيضا مخطوفة وأنها لست ابنة نجيبة لأن نجيبة خطفتها. فجر تظن أن أروى جنت، ولكن أروى تأكد لفجر كلامها. تذهب فجر إلى نجيبة وتسألها عن صحة كلام أروى، وانتهت الحلقة.